ورحمة الله وبركاته. تعالوا نسمع ما قاله بن شيخ حول رحيل المدرب بيزيدي ويعجب كثيرا بفريق خنشلة. ياريت من أخواني وأخواتي جاموا أبوني فضلا وليس أمرا، ياريت وضع اللايك والاشتراك في القناة وشكرا للجميع. يلا نسمع. المباراة الثانية مباراة واتسوف الذي لعب أيضا بدون لاعبيه الأساسيين أو بدون العديد من العناصر بسبب خطأ في تسجيل بعض الأسماء. واتسوف تعادلت بصفر مقابل صفر أمام مولودية وهران، مولودية وهران اللي تبقى أيضا تعاني أيضا من الديون ومن عدم تأهيل اللاعبين بسبب الكثير من الديون التي لم تسدد لحد الآن. تعادل لا يخدم الفريقين، ولو أن مولودية وهران العودة بنقطة من واتسوف أحسن من لا شيء، لكن كي تشوف الترتيب العام الفريق حصل على نقطة فوق أرضية ميدانه أمام الصورة، وحصل على نقطة أخرى أمام فريق واتسوف، خسر أمام شلف، وبالتالي نقطتين في ثلاث مباريات ماهيش يعني سو بلون كونطابل ماهيش نتيجة جيدة. واتسوف أيضا أول نقطة لأنه يعني عندهم مباراة متأخرة، لعبوا إلى مباراتين فريق واتسوف. الديباراج تاع واتسوف ناسيونال أون يعني سالي يقول حقيقة صعيب وتزيد لهم كما قلت أنت لي ليسونس ما كان لي نوفال ريكري ما كاش دابا ديفيسيل. Franchement, il faut dire la vérité, ça va être difficile. Il faudrait qu'ils se réveillent rapidement. Déjà, ils ont réussi à garder Blatoui, c'est déjà pas mal. Finalement, mais est-ce que ça va durer? Par contre, l'MCU, c'est énigmatique. Ces dernières années, c'est la même situation. Même ça ne se fait à pas de torture. ببطء كبير يعني الناس كامل خلصوا الديون، سون الغاز خلص في الغاز لحقت على فرد الشغل المشاكل تاع سطيف وسطيف راهي وهران يجب تعيين رجال اكفاء من الان خاصه من ابناء الفريق من اجل البدء في العمل. نروحوا لي المباراة الثالثة، هذه كل اللقاءات لعبت يوم الجمعة، لعبوا ست مباريات، ثلاثة يوم الجمعة وثلاثة يوم السبت، وكل من اتحاد العاصمة وشباب الوزداد ما لعبوش المباريات تاعهم بسبب المنافسة القارية. نروحوا لخنشلة أمام شبيبة القبائل، نروحوا لخنشلة الفريق المفضل لعلي بن شيخ هذا الموسم من حيث الأداء. شوف هذه الصور اللي اخترناها يا سي علي، هذه تظهر باسكو البعض قال لماذا بن شيخ يقول انه هذا اللاعب هذا الفريق يلعب كره جميله في الجوله الاولى. في هذه الجوله شاهد هاد لافاس دو جو تظهر لك لماذا قلنا في العدد الاول من حصه 100% فوت انه خنشله تلعب كره جميله وجميله جدا. لافاس دو جو ديمارات من عند الحيره تقريبا من منطقه 18 الى نفس الشيء. شاهدوا مثلا هذه الصور، فريق اللي ما يلعبش كره سماويه، ما يلعبش الكره في الكرات الطويلة، كرات أو لعب منسق، وهذا ما ربما الذي أعجب الكثير لفريق خنشلة علي بن شيخ. الله، هاي الصورة هي اللي تهضر. نعم. الماتش راك تشوف فيه. نعم. شوف كيفاش شوف بيان أورغانيزي، حطوا بالو في الأرض، شوف ما يرميوش برك، شوف. غير شوف لي سوليسيون كاين، توجور كاين دي سوليسيون، سي دي تريونغ، الناس عندها الكرة هاي تمشي في البالون، كيفاش ما تدوقش؟ هذا انا اون تولي كان الماتش هذا مع جي اس كا هو اللي عجبني كاع من يد شوكيورا. ماتش دي دو كوتي. دي دو كوتي كانوا في زوج ياتاكي في زوج يكريو، سيتي بو، بور اون فوا عجبني ماتش. شوف شحال من تمريرة، شوف الدخول بالكرة، شوف. شوف يعني يا رضوان راني نقول لك انا تما ما خدش كي قلت لنا يلعبوا كره. لا نعرف شويه بالون، شويه ماشي بزاف، نعرف شويه بالون. انا كي جيت لعندك لهنا البيرو كي داروا قلت لهم الماتش تيليفيزي فرحت، لان تلعب كره القدم خنشله فو ريكونيت يلعبوا كره تلعب في هذا لو جو لليومين هذا سي ليكيب اللي تلعب فوتبول شباب لليوم
هي انا اللي عجبتني كاع في ليزيكيب اللي ماتش اللي شفت بما فيهم مولودية الجزائر كاع ما من مولودية الجزائر هذا مولودي هذاك في رويبا هذا فيه ماشي رويبا الدار البيضاء كيف كيف معنا واش مولودي دار رويبا ماشي ضربة جزاء هنا كانت طالب بها فريق او هنا اعلن عنها الحكم ماكاش بينات ماكاش بينات نعم ماكاش بينات ولكن يقولوا بعض قال لك عفصوا في رجلو ما بانش لا ما عفصوا ما وري زومي ها وجبد تشوف ما نكتبوش ماشي مليح الكذب الكذب ماشي مليح يميريتيو لعبوا مليح يلعبوا مليح وكلش بصح البيناتي ما كاش حط رجلو بعيد على رجل لادفيرسير عجل البارك لو كان وريوها في البارح وراوها مليح شفناها هذوك تما كنتش تشوف وروها عاود وراها ما كنتش تشوف ما كنتش تشوف كنت بعيد عاود رجعها له من الاول عاود رجعها شوف انا عاودنا وريناها شوف وين حط رجلو شوف قربها ما كاين ما قاسلو لا رجلو لا باب دوك يفو دير لا فيريتي هنا ينجم لاربيت يغلط ماشي غلط صارف ولا صارف ينجم يغلط لان بون تبان له هكذا ولكن خنشله يا اخي انا نقول لهم كملوا لان لو كان تكملوا هكذا راكم في الطريق صحيح سي كونتيني كوم سا نعم الطريق صحيح نعم نوصلوا باقي اللقطات هذا الهدف الاول لفريق خنشله عن طريق ضربه جزاء بعد ان اعلن الحكم غربان عن ضربه جزاء لاتحاد خنشله الذي قدم مردود نقدر نقولوا جيد في هذه المواجهه وحتى الشبيبه صراحه المباراه كانت بليزون يعني شفنا مباراه جميله من الجانبين الشوط الاول شبيبه لعبت مليح الشوط كانت احسن كانت احسن انا اظن انا حسب رايي هذا هدف تعادل نعم كانت احسن في المرحله الاولى سيكوند ميتون سي خنشلاك سي خنشلاك يا دوميني نعم الهدف هذا هدف التعادل وصل سامي نعم بعد خطا فادح من الحارس خضيريه دخل في الدوزيام ميتون خطا نعم. خطا فادح من الحارس خضيريه نعم يفو دير لا فيريتي هنا انا 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 بيرسونالمون ما فهمتش برك بالك لي شونجمون جوست لا ميتون بدل لو ديو تاع مواقي مع ارجم ماسيو. ارجم لا لا ماسيو با ماسيو ما, خد... ما... ما لعبش مليح ماسيو با لا تحرك سي فري ضيع فرصه ضيع فرصه ولكن الشونجمون هذاك انا جو بونس كي لا ديستابيليزي شويه ليكيب اون اتاك سي سكي ا بيرمي للخشنات بار كونت ضربه الجزاء هذه شرعيه 100% يعني لا دوزيام هذه ضربه جزاء واضحه بيان سور دي مان دي كولي بيان سور دي كولي تفضل كمل على واش حبيت تقول على شبيبه القبائل سي بون محمد قاسم شبيبه القبائل سي ان ديبي مويان ان ديبي مويان ان فيكتوار ان ماتش نول ان ديفات فوالا سي ان ديبي مويان محمد المقابلة كانت فوق المتوسط يعني كانت يعني بليزونت ولي ضربة الجزاء الأولى هذه قاسوش حقيقة ما قاسوش مي كان قاسي للفار وقتاش يكون عندنا الفار لازم الفار الفار قال لك بالك الفار كان يصحح قال لك هذا العام يبدا الفار جوستومون انا نستنى وقال لك هذا العام يبدا ما بداش انا برك في البيناتي الاولى الديفونسور كان يقدر كان يقدر يرافق لاتاكون مي تاكلي ما يدير رجلو ولو ما قاسوش بون سيتي نيرير دو جونيس الماتش هذايا كانت حتى شبيبة القبائل يعني كانت مليحة في المستوى ولكن الأخطاء اللي ارتكبوها هي اللي خلصوها كاش تبقى خنشلة وفريق فريق قوي حقيقة فريق قوي هل سيكون مفاجأة هذا الموسم فريق اتحاد خنشلة؟ لا ما يكونش مفاجأة المفاجأة دارها العام اللي فات رضوان هو والبيض دار المفاجأة اليوم راح يستناوهم خلاص المفاجأة نعم نروحوا للشبيبة دائما تم الطلاق بالتراضي بين يوسف بوزيدي وإدارة الشبيبة علي بن شيخ البعض يقول أنه علي أنه يوسف بوزيدي كان منتظر أوتورنو يعني حتى ويحقق نتائج كان بدليل أنه هذا البيان تاع اليوم اللي خرج قال لك طلاق بالتراضي بحضور رئيس شلول ومانجر جنرال والمدير الرياضي وفي اجتماع خلص للطلاق بالتراضي كما كان منتظرا حتى قبل لقاء خنشلة كنا نشعر الجميع كان يشعر بأنه يوسف بوزيدي كان منتظر في تورنو يعني كأنه كانوا حابين بدليل أنه كانت فيه مصادر تؤكد وهذه مصادر موثوقة نأكدها رسميا أنه كان فيه اتصال هو بعد لقاء ثاني وأمام بارادو كان فيه اتصال بغوركوف المدرب يوان غوركوف مدرب الفرنسي ورفض المجيء لشبيبة القبائل قال لا أريد أن أعمل في الأندية حاليا ممكن يبحث على نوتر بوست معلومة صحيحة معلومة مؤكدة نعم معلومة مؤكدة علي بن شيخ هذا الطلاق بالتراضي يعني في وقت ضيق بوزيدي أصبح من ملاك إلى شيء آخر يعني بوزيدي العام اللي فات كان تقريبا الشوشو رقم واحد للأنصار مع بداية تربص فريق والفريق كل المباريات الودية التي لعبت
فاز بها شبيبه القبائل حبينا ولا كرهنا مع فرق قويه في تونس، لكن بوزيدي بقي كما نقولوا الي بوينتي دو دوا يعني سيبلي من البدايه. هل البعض كان يقول انه قد لا ينطلق حتى مع بدايه الموسم، لماذا حسب رايك هذا؟ لانه الشبيبه شفنا البارح المباراه، حتى الفريق تاع الشبيبه في الشوط الاول لعب يعني لعب كره، ماهوش فريق يعني اللي اصبح ضعيف وضعيف جدا، ولكن الاسماء المستقدمه لم تقدم الاضافه حسب رايي الشخصي. يا على كل حال صوف سياك دي شوز اللي احنا ما نعلموهمش علاش. نعم. اون دور دو سا انا جو ديريك سي با بروفيسيونيل. با اون في ان اونترينور بو دو تروا ماتش يربح يدير ماتش اللي يخسر. ما سانيس با سانيس غير اون الجيري. دوكا هما ممكن عندهم حوايج مع جو سي با واش نهار نعرفهم نجمو نديباتيو على هادشي، ولكن اليوم سي با بروفيسيونيل. ديجا كاتونترين راحوا تروازيام ماتش جورني تروازيام على الاقل سيزيام جورني تتحاسب. واش هنايا يا رضوان واش الفوتبول اللي راكم تهضروا عليه؟ اونترينور تجيبوه وقداو الموال وتصوروا معاه بتريكو بعدو بود دو ماتش تروا ماتش هم راحوا ديجا اربعه، هذا فوتبول هذا؟ اسم الفوتبول هذا يا بركان سمير؟ ولن رضوان عندي ستاتيستيك اساسي هاد لا ستاتيستيك انا مون افي الفتو ديال تبع مليح قاسي ولا لي تبع برك وعلي وسي بيان سور نا باسكو جاني من دونك لو ملي بدا البروفيسيوناليزم يا رضوان اون دو اون 2000 اون 2000 سي سا اون 2010 2010 30 مدرب فات على شبيبه القبائل 30 مدرب في 13 سنه صات في ابوبري بريسك 30 اونترينور. انت متاكد من المعلومه؟ متاكد 30 اونترينور اون 13 13 سنه. زيفوتكو وخالف قعدوا 11 سنه. شفتهم هذا هو الاناليز اللي حبيت نقولها. ستادير كو تو بريسك 3 اونترينور بار سيزون ياك رضوان. وبعد نشوفوا الخمس سنوات اللي فاتوا. يا يو 12 اونترينور فاتوا على شبكه القبائل. سي ابوبري لا ميم موان. سي بريسك 3 اونترينور عليه بار سيزون. ستادير الان في شبيبه القبائل ولات العقليه تاع تروا زونترينور هذه بار سيزون ولات حاجه نورمال عاديه. قاسي فيان دو فير لا رومارك ا لافونس مي بيرتينونت. افون جي اسكا كانت 10 لونترينور يقعد 10 سنين. صح. 5 سنين 3 سنين. هذه ولات في العالم باسلوب ما كانش قليل يعني. نحن نتكلم على فريق اسمه شبيبه القبائل اللي كان مثال يقتدى به في الجزائر وحتى في افريقيا ما لازمش نخبوا الشمس بالغرباء يقتدى. كيفاش الان اصبح فريق يبدل لونترينر كما كما يقولوا بالقوانين.